ابني مش بلطجي ولا ارهابي، قتله سليم الانصاري. الفيديو ده لازم الدنيا كلها تشوفه بكره، ان شاء الله هنهد الدنيا فوق دماغهم. خلاص ما بقاش ورانا حاجه غير العيال دي والداخليه بقى كلها، ما بقاش وراها الا سليم الانصاري. لدرجه دي الفيديو بتاع مامه زياد عامل لكم برجله؟ ابراهيم الحقني يا ابني. في ايه؟ الواد ياسين بيروح مني. كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الانصاري فيه. بقول لكل واحد زي زياد ما تسكتش الا لما تاخد حقك، لانها في الحالتين محصله بعضها. عشان اول مره احس ان انا رخيصه ومليش ضهر. والله يا فندم انا عندي خطه كده ممكن تريحنا من سليم الانصاري ولو مؤقتا. يعني انا خايف على سعادتك. يعني انت خايف عليا ومش عايزني اخاف على ابنك؟ انا جايبك بخصوص سليم الانصاري. سليم الانصاري اللي انتوا هربتوه؟ بس خلي بالك يا فريد، الورقه ده مهم، ده ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. انت معركتك مع سليم الانصاري مش معانا. بس انتوا وسليم واحد. كان واحد مننا، دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الانصاري، وعدو عدوي صديقي. يا ابو نابوره برأس الوجب بطل تقتل في الشباب، يا ابو نابوره برأس الوجب بطل تقتل في الشباب، يا حريه فين فين. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجه مهمه. اسف على المشكله اللي عملتها لك سليم الانصاري. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. بخلي سليم صاحبك ده ينفعك. زناتي؟ طبعا زناتي. دلوقتي انا فهمت اللي حصل ده حصل ازاي وليه، بس المهم بقى ان الورق ده في خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغه. لا مؤاخذه يعني يا سليم باشا، سؤال يعني، هو الورق ده سعادتك فيه ايه؟ افهمكم. المشكله فريد انا مش عارف ايه اللي حصل ليله قتل زياد، ومش عارف مين لبسني في الموضوع ده كله، بس عارف ان لطفي وابني وشلتهم ليهم علاقه بالموضوع ده كله، بس تفاصيل ما عنديش. انا كده هفضل هربان يا فريده لحد ما الموضوع ده يتحل، وانت الوحيده اللي تقدر تحله لي. انا ازاي؟ شغلك. شغلي؟ اه شغلك. انا عايزك تجيبي لي تليفونات الناس دي ليله الحادثه، ينفع؟ الموضوع ده مش سهل خالص يا سليم. لو سمعت اللي جاي تعرف ان في الاصعب كمان. انا عايز تجيبي لي لما كلموا بعض كانوا مكانهم فين بالظبط. المعلومات دي ينفع اجيبها لك لو من ارقام تبعنا، لكن لو ارقام من شبكه تانية ده مستحيل. فريده انت ليك اكيد صحاب شغالين في الشركات التانيه. الموضوع مش بالسهوله دي خالص على فكره. فريده فكري، انت الوحيده تقدر تساعدني. لو جبتي لي المعلومات دي هتحلي لي كل حاجه. انا كل طلبه منك عايز اعرف مين كلم مين وفين وامتى. بصراحة بقى أنا مش فاهم منك حاجة، هو الورق ده طلع في إيه بالظبط؟ في حاجات كتير. لطفي وشلته لما رحت لهم كلموا زناتي، وزناتي كلم رفاعي كذا مرة. مش بس كده، تليفون زناتي بيقول إن هو كان حوالين الاسم في المنطقة. يعني ممكن هو اللي يكون قتل الواد زياد. لأن رفاعي ده واد خيبان ما يعملش كده، لكن زناتي يعملها ويعمل أبوها كمان. الأغرب بقى إن تميم وحماد يطلعوا يطبخوا سوا. ومين تميم ده كمان؟ أمين شرطة برضه؟ مش مهم. المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه. محلوله سعادتك، ناخد الورق ده ونروح نبلغ على طول. ما ينفعش يا حوده، الورق عرفني كل حاجه، لكن مش هنعرف نثبت بيه ولا حاجه. ازاي بس يا بيه؟ ما انت لسه بتقول. زيك كده يا هيما، انت تقدر تثبت ان زلطه جالك المستشفى، لكن مش هتعرف تثبت ان هو اللي سرق الحقن. طب والعمل سعادتك هنعمل ايه؟ يا ابني اطفي المحروق ده بقى وقوم نام عشان تعرف تصحى لمدرستك الصبح. حاضر يا ماما حاضر. يا حبيبي ابوك لو جه ولقى الهباب ده شغال في ايدك هيطين عيشتك ويطين عيشتي، مش طالبه نكد على الميسه يا حمزه. بقول لك يا ماما، وايه حكايه قرايب بابا دول؟ حكايه ايه؟ ولا حكايه ولا روايه؟ اصل سليم ده مش لاقي انه يبقى قريبنا خالص. قوم نام يلا، قوم. شوف بقى يا حوده، انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده. عشان خاطر هيما يعرف لأي معلومة عن حسن الضبع الواد اللي شغال معاه. أنا يا سعادتك. بقول لك يا سليم بيه، في حاجة عايز أديها لك. حاجة إيه؟ حتة السلاح دي بدل الطبنجة اللي رجعناها للظابط. أنت جبتها منين؟ ما تقلقش سعادتك، دي بتاعتي. كنت شايلها لوقت عوزة.
وبما ان سعادتك يعني اديتني الفلوس اللي انت كنت شايلها عشان عالج بيها ابني، فدي اقل حاجه ارد بيها الجميل اللي انت عملته معايا. انت اولى بيها. خد اسلم بيه. بس بعد ربنا ان هو ما يحوجك ليها. بالاذن سعادتك. فهمت هتعمل ايه يا بغل؟ ولا الحشيش اللي عماله تشربه من الصبح مخليك غاب اكتر من انت حمار؟ يا اسطى انت عايزنا ناخد الحاجه كده ونروح دي بيها في عز الظهر؟ ايوه يا اخويا في عز الظهر. ولو الشمس يا اخويا تعباك يبقى البس نضاره، ولا هات لك برنيطه خبي بيها خبط امك. يا اسطى مش القصه، بس انت عليك قضيه، الاحتياط واجب، النمره اللي الحكومه عملتها معانا الحته كلها بتتكلم عنها. نمره ياد اللي اتعملت ياه، مش حماده تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمر يالا. يا اسطى بس يعني ايه انت هتخيبه ولا ايه؟ انت هو يا جدع احنا اتخذنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم، واديك شايف الواد الظابط زي البغل ازاي، ولولا كده كنا رجعناه في شوار قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجه، بس يعني ياد يا غبي ياد انت ولا لف وشك يا ما انا قدامك واد صح سليم يالا، والقضيه اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها ولبسته بدلع يا وعمال يجري زي فرين الشوارع في كل حته، وقضيه فيها اعدام يعني معلمه على الرقبه. يلا يلا يا مصيبه ونزاحت من فوق دماغنا. ومين اللي شالها يا حمار؟ مين اللي شايلها؟ يلا جرى يا اسطى، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ. مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه؟ لف وشك يا تفهم. يلا انا اللي معلم على الظابط يلا، ومش اي علامه يا دي علامة يالا في الرقبة ما فيهاش أي كلام، والظابط ده متعلم عليه علامة ما فيهاش رجوع، يعني لا يهرب ويفضل هربان لا يرجع يالا هنا ويتعدم يا. لا 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 امسك العقل كده، أنت عايز تفهمني اللي أنت عملت معاه فوق المايك؟ أيوة يا أخوانا اللي معلم عليه، أنت قاعد غبي ولا إيه؟ مش أي علامة قلنا، عشان تعرف بس على حق كده إحنا بنعمل إيه مع الضباط. وعليها الطلاق بالتلاتة، أي ظابط في المنطقة دي لو يجي نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال، يا منطقة وسخة. أنا مش فاهم أنتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده يا. قوم يا تشوف شغلك يا، قوم يا تقطع الحشيش يا، قوم يا. جاكم القرف عليكم وعلى عادتكم سيارتوا الحجرين. وحشتني أوي يا سليم، ما تتخيلش أنا عملت إيه عشان أجيب لك الورق ده. الظرف فيه فليشة، كل التفاصيل اللي موجودة في الورقة هتلاقيها فيها، يعني عشان لو حبيت تطبع نسخة تانية. يا رب تكون المعلومات دي مفيدة بالنسبة لك. على فكرة صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبة عليا أنا ومامتك وسلمى قوي، حاجة تخرق بصراحة. وكمان السوشيال ميديا مقلوبة وعاملين دعوة إن الناس تدور عليك وتبلغ عنك، بس مش عارفة مين اللي ورا الكلام ده. عشان خاطر يا سليم خلي بالك من نفسك. بصراحة يا سليم بيه الأنسة فريدة دي بتحبك وطيبة قوي. آه أمال بتحبك، ما هو أصل يعني ما فيش واحدة تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد إلا إذا كانت بتحبه، ودي مش بتحبك حب عادي يعني، دي بتموت فيك كمان. بس أنت بصراحة يعني كده مزودة في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي أنت بتعملها دي. أيوة في إيه يعني يا باشا؟ عادي ما تبعت لها حودة بأي حاجة، هيجرى إيه؟ سلمة فعلا عشان نص ساعة ولا صلاح توخي قاعد معانا مش كده؟ يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه؟ يعني حاجة كده زي الاف بي واي؟ يا بني آدم افهم، صلاح التوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريدة في دماغه، أي حد هيكلمهم أي نمرة هتتصل بيهم هيجي وراها على طول ويبقى هنا. فهمت؟ يا ترى عاملة إيه يا سميحة أنت والبنات؟ لما مؤاخذة خالتي، أنا عارف إن أنا جاي في وقت متأخر، بس حبيت أطمن عليكم وأشوفكم لو محتاجين أي حاجة قبل ما أرجع الجيش. إيه ده وأنت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل إيه بقى خالتي؟ ميري. بعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الأجازات ومقرطين قوي على الآخر، ده سبحان من نزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك أنت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجة أي حاجة، قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم لي حبيبي. عموما انا موصي ابويا وامي لو احتجت اي حاجه اقول لهم على طول هم يتصرفوا. ماشي
خليك لينا حبيبي. حاضر. خلي بالك من نفسك يا نورة. وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاول تكلمني لو عرفت. هو ممنوع بس هحاول. هتوحشيني قوي على فكرة. انت كمان هتوحشني. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اشوف وشكم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه، من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فراق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك، لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعه؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمه ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ هو هيكونش الست استعد والتسعه استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك؟ انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك، وحتى لو الجيش جمد قلبي فدي حاجة ما تعبنيش. ليه بقى؟ لأن أنا لا بجيب فلوسي من تجارة كيف ولا بتحمى في شوية عيال. اقعد يا زلطة، وأنا احتراما للبدلة الميري اللي أنت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجة يا معلم، مالكش دعوة ببيت عم إبراهيم. شيله من قدامي يا أيمن بدل ما أعملها معاه. تعالى أشرف يا حبيبي. نزل إيدك يلا. هو جرى ايه بالظبط؟ الله، هو كل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنه بيلبس البدله دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل ادبه. الله، ها. بس بصراحه عنده حق، البنت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اصل افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. يلا يا سعاد اخلصي. انا عايزاك تاكد على سيد بس يبعت لنا النجار على وسط النهار عشان ياخد المقاسات ويبتدي شغل. حاضر يا سعاد. وبتاع الدش كمان ابعته لنا، يا احسن الهوا حرك الطبق كده وفي قنوات كتير طارت. والله العظيم ما طار الا النافوخ يا سعاد. يا ست ارحميني من طلباتك بقى. يا حاج، هو انا ليا حد غيرك اطلب منه؟ يا سلام يا اختي، وابنك اللي نايم اللي عامل زي البغل ده ما تصحيش طلباتك. اخس عليك يا حاج، ما تقولش عليه كده. يا اختي دلعي دلعي. ما هو طول ما انت عماله تدلعي فيه وتعامليه على انه النغه اللي لسه في اللفه عمره ما هيفلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي نزلك كده على ملا وشك يا حبيبي على الصبح؟ انت هتصيع وليه وليه؟ انت بتصيع عليا؟ ما تبصي في وش ابنك وانت تعرفي ايه اللي حصل. الباشا كان سهران سهره من بتوعه ولسه خلصانه دلوقتي. انت مش شامه ريحه الخمره اللي هبت علينا بمجرد ما دخل؟ طب انا مش فاضل التقطيم بتاع كل يوم ده، انا داخل انام. استنى انا. ما تهدى عليه يا حاج، هو في ايه؟ اخلصي خالص، ما اسمعلكيش صوت. انت فين يا ما فيش يا حاج. كنت مع شادي ولو مش مصدقني كالعاده ابقى سالك. انا بسالك انت. هو في يا حاج على الصبح؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت ايه؟ انت ما بتحسش. انت البعيد ما عندكش دم خالص. يا حوارات بعمل اكسجين. روق كده يا حاج، وايه اللي حصل لكل ده بس؟ هقول لك انا اللي حصل. اللي حصل اني بسبب صياعتك وبوظانك الدنيا خربت، اتقلبت على دماغ الكل. اللي مات واللي لبس تهمه، اللي غرق في الشر والوحله لغايه ودانه. يا رب يا رب، وانا عملت ايه عشان تبليني بعيد زي ده؟ اسمع، لا أنا لولا الحرمانية أقسم بالله كنت ضربتك بالنار وخلصت الدنيا من شرك وعرفك. بس بعدين خلاص جرجرتني للطين وخليتني مشيت ورا، سبتني الإنس والجن. ده بسببك كده بالسكك ركبت على كتفي ودلدلت رجليها. وبعد ده كله فاكر إن أنا هسيبك عشان ترجع تاني لحياة الصياعة؟ أنت
تبقى عبيط. انا مش هقضي حياتي كلها كل يوم الم مصيبه من مصايبك. كفايه قوي اللي حصل لي من تحت راسك، وقسما بالله وعليا الطلاق بالتلاته يا تامر، لو ما اتعدلت ومشيت دغري لكن سجنك بايديا دول، واخلص من قرفك. يلا غور من قدامي، يلا غور. وانت سعاد، المره دي انا مش بهوش، واذا كنت باقي على بيتك لم ابنك لا تكون قرف. هو ايه؟ فاكر ان هو هيذلني بالحوار ده؟ لا على فكره، وكتاب الله هسيب لكم البيت، ولو اتشقلبتم حد هيعرف لي مكان. بيت ايه اللي تسيبه يا عبيط؟ ده بيتك وبيت ابوك، وبعدين اللي بيعمله ابوك ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا؟ ابوه ما بيخافش غير على نفسه بس. وبعدين انا ما قلتلوش يعمل كل اللي هو عمله ده. لو هو بقى حاسس بالذنب وضميره مأنبه قوي كده، يدور على حد غيري يشيله الليله، عشان انا اللي فيا مكفيني. وعلى فكره انا عادي جدا ممكن اقف لكم في وسط البيت واولع لكم في نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر. اهدى اهدى، منه لله اللي كان السبب يا ابني. احنا كان مالنا ومال البلاوي دي كلها عشان خاطري. اهدى، وانا هقوم اعمل لك حاجه تاكلها. مين؟ أنا. افتح الباب، الأكل هيقع. الباب مفتوح يا حبيبي، خش خش يا حمزة، زق الباب. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحمزة فندي كعب الغزال. إيه الحلاوة دي؟ الغدا ده ريحته باينة وأنت جاي يا دي حمزة. وما أنت شامم، بتسأل ليه؟ ولو أنا أكلك وخلاص. ولا قلة الأدب دي، تعالى أقعد. نعم، عدنا نغسل لكم الأرض أول ما تخلصوا أكل، ولا عندكم غسيل عايز آخدكم فمين؟ استغفر الله العظيم يا رب، تعالى يلا أقعد. اقعد بطل غلاس، تعالى. انت ايه؟ لسانك تقول لي مين؟ لامي. لامك؟ انت عارف يا بتفكرني بعيل غلس برضه زيك كده. الله يرحمه ما كانش بيحبني، بس في الاخر بقينا اصحاب. وبعدين مات؟ اه مات. وسيبني لحد النهارده بدفع تمن طولة لسانه. بقول لكم ايه، انا مش داخل عليا حوار ان انت قريبنا ده، بس انا ساكت بمزاجي عشان حركه الجدعانه اللي انت عملتها مع عاد ياسين اخويا. يلا انا والشفا، سلام. يا ساتر يا رب على الخلفه. لا يا باشا، ده البنات نعمه. يا نهار اسود، اذا كان الجيل ده عامل كده، امال الجيل اللي جاي بعد منه هيبقى عامل ازاي يا باشا؟ ربنا يستر علينا. هلا يا باشا، بسم الله، غير ريقك. الألف نايم، مش قادر. كل انت. ومن سمعك يا باشا، هو مين لي نفسي ياكل؟ والله يا باشا اي حاجه الواحد بيدوقها من غير العلبه طعمها مرار. الا قول لي صحيح يا باشا، انت هتطمن على اولادي ازاي؟ هنتصرف، ما تقلقش، هتشوفهم يعني، هتشوفهم ان شاء الله. ربنا يخليك يا سليم بيه، ربنا يخليك. في استجابه سريعه ومشكوره من وزاره الداخليه للهاشتاج اللي احنا اطلقناه من هنا من البرنامج بلغوا عن سليم الأنصاري، جالنا دلوقتي بيان من وزارة الداخلية بأرقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للإبلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الأنصاري. الأرقام دي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، وإحنا من هنا بنناشد السادة المواطنين إن هم كمان يقوموا بدورهم، وإن أي حد عنده معلومات هتساعد الداخلية في القبض على المتهم الهارب إن هو يتصل بيهم فورا.
وفي نفس الوقت بنشيد بوزارة الداخلية المحترمة اللي أثبتت بشكل عملي أن لا أحد فوق القانون، وإنها ما بتداريش على أي مجرم حتى لو كان في الأصل ابن من أبنائها. ألو حودة، أنت فين يا أخويا؟ فوق؟ طب انزل بقى بسرعة، حصلت مصيبة، انزل. والله حودة مراتك دي ست طيبة، بقى هو ده اللي قلقانة منه. معذورة يا سليم بيه، غصب عنها، هو اللي بيحصل لنا ده قليل. هو ايه اللي بيحصل يعني؟ ما من ساعة ما اتقبض علينا وهو ده اللي بيحصل، ايه الجديد يعني؟ لا يا سليم بيه، لا مؤاخذة سعادتك يعني الحكاية كل شوية بتخش في الغميق. وفي أغمى من كده يا حودة؟ أنا الدنيا كلها بتجري ورايا، حكومة ومعارضة ونشطة وصحافة وأغنياء وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجة واحدة بس، أنا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. يعني أنت مش قلقان من اللي بيحصل لنا ده يا سليم بيه؟ ولا من إيه يا هيما؟ مفيش أكتر من اللي حصل. المهم يا حودة أشكر لمراتك على اهتمامها. أنا عايزك بقى تروق نفسك كده وتفضلي عشان عايزك مشوار مهم. رقبتي. أنت اتجننت في بقك يا جدع أنت ولا إيه؟ أنت إزاي جاي تقول لي كلام زي ده؟ أنا حمادة تايسون. اعلى الكلام كده قبل ما تقوله، ها؟ مش بكابورت جاي ترميه في وشي. اعلى زناتي عشان ما عملهاش معاك. رجعنا تاني لهالفطة في الكلام اللي هتجيب دماغك دي. أمال أنا جاي لك ليه؟ لم لسانك يا تايسون احسن لك، ولو مش قد الشرب وفي وسط الرجاله اتنقل اشرب لوحدك. يا اسطى انا اشرب عندكم في اسمكم، انا اشرب في اي حته. يبقى تشرب بالاصول وتلم لسانك. مالك انت ومال الظابط تجيب سيرته وسط الليص واللي ما يسواش وتقول عملنا وسوينا. الله، انت مشغل عصافيرك عليا ولا ايه؟ انا زناتي يالا، يعني بعرف دبه النمله بالقبل حتى ما تحصل، وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه وما تجيبش سيرته نهائي. ده امر يعني؟ امر. انت شهدت شهاده وقصادها طلعت براءه، يعني مات الكلام على كده. لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقه والقلم وبالاصول. وبالاصول تخش فيه قبلي. واذا كنت فاكر نفسك يا اخويا عو وبتخوف وكده، فانا العفريت يا زناتي، العفريت اللي هيطلع لك في كل حته. واسمع بقى كلام الرجاله، انا صحيح وافقتك وانا جوه عشان افك من البلوه اللي انا فيها واخد حقي من الظابط، انما يا اخويا انا مش عيل صغير وعندي رجاله في كل حته وانت عارف. والصراحة بقى أنا من ساعة ما طلعت بسمع كلام مش عاجبني، مخليني أخويا راجع نفسي. كلام اللي سمعته يا حمادة كلام على لطفي بالمجد وابني. إيه؟ مش معكوكين معانا في القصة ولا إيه؟ والظابط جاب اسمهم في التحقيق؟ اللي قولي يا زناتي صحيح، هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ ما أنت شهدت على اللي قتله بنفسك. كنتش أنت اللي قتلته وجاي يتحور؟ تطلع صوتك عليا ولا إيه يالا؟ لا اسمع يا أمين، مصلحة دي أنا راكب فيها قبلك. يعني إيه الكلام ده تايسون؟ يعني اللي بقوله لك كده يا زناتي، راجع نفسك أنت وناسك وبقى تعالى. نورت يا زناتي. طب ما الراجل معذور برضه يا تامر، أنت مستقل باللي هو فيه. أنا أبويا بيقول لي إن الواد زناتي شبح فلوس من تحت راس الحوار ده. بقول لك إيه يا عم شادي؟ ما تحرقش دم من تراخر، أنا ماليش فيه. أنا لا كنت عايز حد يتقتل ولا حد يلبس تهم. وبعدين أنا عارف دماغ أبويا. أبويا بالنسبة له اللي بيحصل ده بقى فرصة عشان يقدرني ويعمل معايا زي ما بيعمل مع إخواتي البنات. جاي منين ورايح فين وأقعد هنا أهون، شوية شوية يقول لي اشرب اللبن الدافئ واغسل أسنانك قبل ما تنام. وراجل خايف على صحتك برضه يا تيم. ورحمة أمك يا شادي بلاش استظراف عشان أنا مش طايق نفسي. يا عم ما تقفش كده، أنا بهزر معاك. المهم أنا عايزك تاخد بالك. خد بالي من إيه؟ أبويا عامل فيها حكيم زمان وشار على أبوك إن هو يجوزك. لا ده مفصيني كمان إن أنا لغيك في الحوار. هيجوزوك يا بيضة ويقعدوك في البيت يمكن تتلمي. دمك ياد هي اللي هيجوزوها عشان تتلم. لا اتجوز قال. أنا هفضل كده طول عمري داير على حل شعري. آه يا زفلة. تامر، هو أنت مش زعلان إن أنت ما كملتش تعليمك؟ ولا فارق معايا. عارف انا شادي، انا لا عمري هتجوز ولا هخلف. انا ايه اللي خلاني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ ادلعه وابوظه بعدين العل سلسفين اهلك منه باظ، فيصعب عليا ارجع ادلعه تاني لحد ما في يوم يعمل مصيبه سودا فجر عشان اطلعه منها، فرجلي تغرس في مصايب متلتله.
وافضل بقى ازله واقطم فيه بقيه حياته. هو اصلا مالوش فيه ولا فاهم حاجه. عشان كده يا اخي انا طول عمري كنت قاعد اقول لك ان انا نفسي ابقى زيك، طيب كده وفي حالي. انت ما عملتش مشكله واحده من واحنا صغيرين يا عم. بس انا اعمل ايه بقى؟ انا جيت الدنيا دي لقيت نفسي كده. مصايب بتجري ورايا. يا عم احنا نقلبها غنبي ليه كده على المسا؟ وبعدين على فكره بقى انا اللي طول عمري نفسي ابقى زيك. ياد ما خلص كده وقريب. الله، وبعد ما انت قلت اللي فيها من الاول هتعيش وتموت على حل شعرك يا سفله. طب ايه نقوم نريح جوه طيب؟ بص يا رامي، الهاشتاج ده بقى ترند وسمع مع كل الناس، بس ما ينفعش نسيبه كده عشان ما يكونش زي اي حاجه في البلد دي بتطلع 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 وبتنزل على ما فيش. اوكي، والحل ايه؟ الحل ان الهاشتاج ده بقى يكون كل فتره عليه حاجه جديده، يعني صوره، فيديو، حوار بين اتنين بيتكلموا مع بعض. طيب يعني اصور فيديو تاني مثلا لمزياد؟ لا، ما هو الفيديو كده كده لسه موجود. طب يا جميله، ما تفهميني نعمل ايه يعني؟ بص، احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه، ويكونوا بيتكلموا فيه عن موضوع الرشوه. انت عايزه تبين للناس يعني ان هو مش بس قاتل، هو كمان فاسد. بالظبط. صباح الفل يا سليم باشا، شكل سعادتك ما نمتش يعني. صباح الفل يا حودة، تعالى. جاهز يا حودة؟ أمرني سعادتك. أنا كنت عايزك تقرب لي حد، تعرف لي عنه كل حاجة، بيروح فين، بيجي منين، عايز خط سيره بالميل، تقدر؟ صح سعادتك تسأل السؤال ده يا سليم بيه، أنا حودة سيطرة يا عم الجدعانة، بقول الله عندي القدرة أنقل لك المباراة كأنك بتتفرج على الماتش وقتي. بس سعادتك يعني مين اللي أنا هراقبه؟ العميد صلاح الطوخي. صلاح بيه في التواب؟ موجودة فندم في المكتب، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا وليد. ايه، تشرب قهوة معايا؟ نخليها شربات بقى يا باشا. ايه، الحاجة هيتجوز تاني ولا ايه؟ لا يا فندم، عرفنا مكان سليم. اخيرا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سليم بيه؟ هي الدنيا اتقلبت ولا ايه اللي جرى؟ بقى لسه حوده سيطرة، هو اللي هيراقب صلاح باشا اللي قد الدنيا دي كلها، وانتوا فاكرينه عيل مسجل؟ ده ظابط. بقول لك يا حودة، هتعرف تعملها ولا نشوف حل تاني؟ سعادتك يعني مفيش مشكلة، بس هو في ظابط بيتراقب؟ مرة ظابط بيتراقب. أنا مش عايزك تخاف، قول لي أنت أمين وأنا أفهمك تعمل إيه بالظبط. راقبت سعادتك. تمام، ركز بقى معايا عشان تفهم. أنا بصراحة باشا ما كنتش مصدق إن الموضوع الهاشتاج ده هيجيب نتيجة بسرعة كده. لا أنا بقى كنت مصدق جدا، بدليل إنه جاب نتيجة بالفعل. يا سعادتك عاجبك اللي بيعملوه العيال دي؟ أيوه عاجبني. انت بقى مش عاجبك في ايه يا باشا؟ العيال دي مش متربيه وعايز تتربى. لا 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 لا، واضح انك فاهم التربيه غلط خالص. انت قديم، التربيه عمرها ما كانت شده وضرب وحاجات من الكلام الفارغ ده. التربيه نوع من الوعي والفهم، لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. مش عارف بقى سعادتك، لكن انا عارف كويس، بدليل ان الهاشتاج بتاعهم ده هو اللي وصلنا لسليم الانصاري. اهم حاجه حوده في كل اللي قلته لك لازم تخلي بالك، اوعى صلاح يشوفك او حتى يلمحك. صلاح ظابط مش سهل، فاهمني؟ في حد طالع. ♪
شويه.